بعرفه البيت هذا ولا أنا غلطان؟ هيدا بيت عمو إبراهيم؟ شو عم يعمل هون؟ كيف وصلت الأشياء لهون وما حدا خبرني؟ شو بتحبي نخبرك؟ بتحبي نحكي لك مصايبنا وانت عم تتجوزي؟ بعدين شو بدنا نقول لك؟ بدنا نقول لك سارة نحن عم نفلس؟ شو فيكي تعملي؟ سوري سارة بس ما بظن انه فيكي تحلي اي مشكلة بالكون. حتى لو ما بقدر اعمل شيء نور، انا قلت لكم 100 مرة نحن عائلة وحدة. يعني اكيد لازم تخبروني اذا بيصير هيك شيء. معقول اعرف انه عم بيعوا القصر من الانترنت؟ مثل ما توقعت ما قبله. انا بصراحة كنت متوقع هالشيء. زين انت اكيد عن يلي قلته؟ عن جد عم تحكي؟ ايه طبعا كنت عم احكي عن جد. شو انا كم سارة عندي؟ اوكي حبيبي. بحبك. انا كمان بحبك. حبيت شوف ابني هو وعريس. زين شو بعدك ناطر؟ حضر حالك. يلا يلا شوي وبجهز. كتير كبيرة عندي هلا انك جيتي كتير. الله لا يحرمني منكم انتو اثنين. شو يا حلوة انت؟ بيني مثل القمر. حياتي انت ثانك يو. عرفوا مين اشترى القصر؟ لا. ولا انت؟ ما عرفتي؟ شفت ليش انت وزينة تلبقوا لبعض؟ سارة انا مش مصدقة انك لقيت الشخص المناسب لإلك عن جد. يعني بعد كل هالسنين مبسوطة لك قد الدنيا. حياتك. أنا أكثر حدا محظوظ بالدنيا. إن شاء الله تزبط معي. ساعديني. الله يهنيكم. يخليك يا رب. شكرا شكرا لكم. شكرا سارة.
حبيبتي عرفنا شو عملتي. أنا ما عملت شيء. زين. نحن مقدرين كثير وقفتك معنا أستاذ زين. الله يعيب الشوم. أحرجتيني سارة يعني ولو نحن كلياتنا عيلة واحدة ولو يا أستاذ إبراهيم. بركة فيكم. شكرا كثير. الله يهنيك. أحرجتيني لبقى تحكي معي هيك قدام أنا أوكي. Always there for me, strong enough to lean on. Couldn't have gone this far without you by my side. I'm trying to be the man you've always dreamed of, and I'm working hard to keep you satisfied. I feel the way you look at me when you think that I don't see. And know you've had your doubt about loving me. Like a gambler placing his last bet with no apology, I'm giving you my solemn guarantee. Lock me up, throw the key. I never want to be set free. Ain't gonna run. يا قلبي وانا بحبك. Cheers.